بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتعلم إن شاء الله بإذن الله مع بعض إزاي نسجل في السكند لايف. دايركتلي يا جماعة نتوجه للموقع secondlife.com، ومن الصفحة الرئيسية للموقع هنضغط على play for free، أو إن احنا نروح على login. هنجرب نضغط على play for free، هيحاول يفتح لنا صفحة الجوينينج أو صفحة الانضمام علشان نحاول نعمل كرييشن أو ننشئ حساب جديد على بيئة السكند لايف. مقاما بيقولي بداية اختار الافاتار، اختار الشخصية اللي بتمثلك. عندي ثلاث نقط أساسيين بحاول اختار منهم أو وفق الإصدار اللي احنا شغالين عليه، يعني في اللحظة ديت بيكون عندي ثلاث أنماط أساسية لاختيار الشخصيات أو الأفاتار، الشخصيات الاعتبارية أو الشخصيات الافتراضية. كنيو أفاتار، الشخصيات الجديدة المضافة، أو ممكن أروح على الكلاسيك من البار اللي تحت كلمة Second Life، هيحاول يجيب لي الشخصيات الكلاسيك أو الشخصيات الأساسية العادية اللي كانت موجودة في البيئة بتاعت Second Life، أو بإني أضغط على الفامبيرز أو الفامبايرز وده هيحاول يجيب لي الشخصيات اللي على شكل وحوش أو ما شابه. فأنا هنروح نختار الكلاسيك، ومن كلاسيك انا هبتدي اضغط على الشخصيه اللي انا عايزها تمثلني، يعني هو علشان الكونكشن بالانترنت فهو هيحاول يستعرض لك مجموعه الشخصيات وحضرتك هتحاول تختار منها الشخصيه المناسبه ليك من بين مجموعه الشخصيات ديت. جست مثلا اختار الشخصيه ديت وهقول له تشوز ذيس افاتار، هيقول لي كرييت يوزر نيم، ولازم ناخد بالنا في موضوع اليوزر نيم انه اليوزر نيم يا جماعه راح يكون حاجه يونيك، حاجه ثابته ومش راح تتغير. انت مالكش صلاحيات انك تحاول تعدل على اليوزر نيم بتاعك بعد ما تنشئ الافاتار ديت. طبعا الامر ده مختلف عن حاجه اسمها ديسبلاي نيم، وده اللي هنحاول نعرفه ان شاء الله باذن الله كمان شويه. الامر اللي انا عايزك تاخد بالك منه كويس ان اليوزر نيم بتاعك المفروض يدل على الشخصيه بتاعتك، وخد بالك انك مش مالكش صلاحيات انك تحاول تعدل في اليوزر نيم ده. انا هكتب اسم الشخصية بتاعي وادور على check availability عشان ادور اذا كان هل الاسم ده متاح او غير متاح. يقول لي it is available متاح، انا هضغط على next step. يقول لي اكتب الميل الدومين بتاعك، وانا كنت عملت ميل مخصوص للبيئة ديت بالنسبة للداتا بتاعتنا بشكل عام، نحاول نكملها يعني اليوم والتاريخ والسنة مثلا، الباسورد اللي هتحاول تعمل بيها لوجيننج على البيئة المفروض تكون قوية شوية. اختار question، يعني لو انت مثلا كنت ضاعت منك الميل او الباسورد او الكلام ديت، ما تنسى طبعا انك تحاول تقرا الاكسبتنس اي هاف ريد، الحاجة اللي عليها علامة النجمة لونها احمر ديت نحاول نعلم عليها علامة صح، ونبتدي نضغط على create account. حاول يعمل اكتيفيتنج للاكونت بتاعك، وطبعا هيحاول يبعت لك الباسورد، اسف هيحاول يبعت لك التاكيد زي كونفيرميشن ميل هتوصل للميل بتاعك علشان تحاول تختارها. يعني في الغالب بيقول لك اختار البلان، انا عندي حاجتين اما فري اور بريميوم. بريميوم هتحاول تدفع لها مبلغ مقابل كل شهر، طبعا احنا حسبنا يكون فري، نعمل سيلكتنج للفري اكونت. وبعدين المرحله اللي جايه داونلود اند انستول سكند لايف، لو انا ضغطت على كلمه داونلود هيوري دايركتلي هيوديني على الصفحه الاساسيه لموقع السكند لايف عشان ابتدي انزل الفيور. طبعا هو انزله بشكل مباشر، المساحه كانت عباره عن 72 ميجا. انا اقول لا المفروض انا اعمل داونلود، طبعا انا عملت اوريدي داونلود للكلام ديت. انا اتوجه ليه الميل بتاعي، وده خطوه مهمه جدا يا جماعه. بعد ما تعمل ريجستريشن المفروض تروح تشيك على الميل بتاعك، هتلاقي فيه سكند لايف تيم بيقول لك بليز فيرفاي، حاول تعمل فيرفيكيشن. مجرد رابط صغير ابتدي نضغط عليه علشان نروح على الصفحه الاساسيه بتاعت السكند لايف الاكونتنج، بمثابه انت بتحاول
يعني ساين ان او تفعل حسابك. هنحاول نكتب الاسم اللي احنا كنا كتبناه كاسم الافاتار اللي احنا قلنا انه المفروض انه ما يتكرر، او يا جماعة ما يكونش مش هيتغير يعني، ونحط الباسورد. ريميمبر مي ده كان الشخصي بتاعك. انا هقوله سيف الباسورد اللاب بتاعي باي كليكنج انت موافق على الاكسبتنس اجري. تمام كده. اوبن اي دي ترانزاكشن هيحاول يربط الميل بتاعي. تمام اوكي كده. انا ايه هدخل على البروفايل او الصفحه الشخصيه بتاعتي، والمفروض ان هو يقول لي اني تم التسجيل بنجاح. تمام كده يا جماعه. اسمي بيقول لي ويلكم، ده الاسم اللي انا كنت مختاره، وده الاسم اللي انا هبتدي اعمل بيه لوجن ان على الصفحه بتاعتي. ولو انا عايز اروح على الداشبورد بتاعتي جاست هبتدي اضغط على كليك هير.